السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحاول الشيعة التلبيس على الناس والتدليس على الناس بحديث يزعمون أنه يوافقهم ويعارض ما يعتقد به أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم باستدلالهم بهذا الحديث يتجاهلون إما بعمد أو بجهل نقاط مهمة سنبينها إن شاء الله في هذا المقطع. وكذلك فهذا الحديث يهدم معتقد وعقيدة الشيعة ويلزمهم بإلزام لا نظن أن هذا الطريد وهذا المطرود يستطيع أن يرد عليه. نسمع أولا نقله لهذا الحديث ثم نعلق ونشرح الحديث الذي يستدل به. فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. الكلام واضح في أصحاب النبي، في أصحاب النبي مجموعة أمة زمرة يعرفون النبي ويعرفهم، يحال بينهم وبين النبي يوم القيامة على الحوض، يحال بينهم وبين النبي. يقول هذا المطرود كلامه هذا من محاضرة طويلة حوالي ساعة وخمس دقائق أو أكثر لا أذكر صراحة، لكن لم يستطع هذا المطرود أن يتحدث عن نقطة مهمة وينطلق منها، وهو ما تعرف الصحابي عند أهل السنة. أنت تريد أن تبين أن أهل السنة عندما يقولون أن الصحابة كلهم عدول مخطئون، صحيح؟ تقسم ظهر الاعتقاد بعدالة ما يسمى الصحابة. طيب لماذا لم تعرف الصحابي؟ أترى أن في تعريفه أمرا يعني يلزم الرافضة ويهدم عقيدة الرافضة؟ يظن كثير من الجهال أن مجرد الانتقاد وتجميع الشبهات هذا يسمى علما دون التأصيل للمسألة والتفصيل والحديث بدليل، فلهذا تجد أن هؤلاء الجهال يقعون في التناقض كما سنبين إن شاء الله في هذا المقطع. هذا الحديث الذي يستشهد به هو حديث الحوض، جاء بألفاظ متعددة، لفظ أمتي، لفظ أصحابي، لفظ زمرة، لفظ أصيحابي وغيرها من الألفاظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يستدل الشيعة بهذا الحديث محاولين التلبيس على الناس والطعن في عقيدة أهل السنة التي تقول بعدالة الصحابة. طيب لماذا هذا المدلس لم يبين تعريف أهل السنة للصحابي؟ أنا أقول لكم لأنه إن بين تعريف أهل السنة للصحابي سقط بثه. لماذا؟ لأن المرتد يخرج من تعريف الصحابي. قال ابن حجر وهو التعريف الذي رجحه ابن حجر: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. إذن تعريف الصحابي هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به صلى الله عليه وسلم والموت على ذلك. طيب هل مرتد مات على الإيمان؟ لا. إذن الأقوام الذين في جاءوا في هذا الحديث لا يدخلون في تعريف الصحابي الذي يقصده أهل السنة ويقول به أهل السنة بأنهم كلهم عدول. طيب ماذا ما المقصود بالصحابي؟ الصحبة تنقسم إلى قسمين: صحبة عامة وصحبة خاصة، صحبة عامة لغوية وصحبة خاصة شرعية. أهل السنة يقصدون بهذه الصحبة الصحبة الخاصة الشرعية، والمقصود بهذا الحديث الصحبة العامة اللغوية، وكذلك الأخوة. الأخوة تنقسم إلى أخوة عامة وأخوة خاصة شرعية،
كقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا مقصوده الأخوة، الأخوة الشرعية الخاصة. طيب عرفنا مقصود أهل السنة بقولهم الصحابة كلهم عدول أو تعريف الصحابي عند أهل السنة، وعرفنا المقصود من الصحابة في هذا الحديث وأنهم لا يدخلون في تعريف أهل السنة لأن المرتد ليس بصحابي بالمفهوم الذي يقصده أهل السنة. طيب من هم هؤلاء الصحابة؟ والسؤال للشيعة من هم؟ هذا هو الخلاف الحقيقي بيننا وبينكم، خلافنا معكم هو من هم هؤلاء المنافقين. أما وجود أقوام منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا إيمانهم أو كانوا مسلمين ثم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نختلف معكم فيه، بل نحن نقول أن هناك قبائل ارتدت واتبعت مسيلم الكذاب وأخرى منعت الزكاة، وحارب هؤلاء المرتدين أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم، هم من حاربوا هؤلاء المرتدين. طيب أنتم ماذا أو ما مقصودكم من هذا الحديث؟ لحد الآن لم تأتوننا بما يعارض ما يعتقد به أهل السنة، لكن في المقابل جئتمون بحديث يهدم قولكم هذا. يتوضا يروح يصلي، اما في داخله منافق، نعم في داخله يريد قتل النبي، نعم في داخله يريد قتل فاطمة الزهراء، نعم النبي يعلم، نعم النبي يجلس معه، نعم كيف؟ عندكم الامام يعلم ما كان وما سيكون، جميل؟ نعم. طيب هؤلاء الذين ارتدوا يدخلون ضمن الامور التي ستكون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. والحديث الذي جئتنا به ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ردتهم ويعرف أنهم سيرتدوا وأنهم ارتدوا بعده، إذن بطلت عقيدتكم هذه وبطل قولكم بأن الإمام يعلم ما كان وما سيكون بنص هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل أن هؤلاء سيرتدوا بعده، وكلامك هذا باطل. أما عن عقيدة أهل السنة فنحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين وكان لا يعلم بعض الآخر وكان يعلم بعضا من المنافقين بسيماهم. أما عن الحديث وشرحه، الحديث يحتمل أمة، والمقصود بأصحاب هنا هم أهل البدع من هذه الأمة، لأن هذا الحديث ورد بلفظ أمتي أمتي، وأما الجمع بين هذا اللفظ وبين لفظ أصحابي أصحابي نجمع به بأنهم سموا أصحابا لأنهم دخلوا في هذه الأمة، كما يقال مثلا أصحاب مالك أصحاب الشافعي، وإن لم يعاصروا مالك ويعاصروا الشافعي، هذا قول يحتمله كذلك الحديث. كذلك يحتمل الحديث المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يعرفهم وبعد موته ارتدوا، وكذلك يحتمل الحديث أن أناس المسلمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ثم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكي تسقط هذا الحديث على الأعيان يجب أن تثبت ردة الصحابي، فهذا الحديث فيه دلالة لمفهوم أهل السنة ولقول أهل السنة، أي أن الأصل في الصحابة الإيمان والعدالة، حتى يثبت عندنا الدليل على ذلك أو على عكس ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب الأصل أنهم كانوا معه مؤمنين وغير ذلك حتى تحقق عنده الدليل أنهم ارتدوا. فإذا تحتاجون أن تثبتوا لنا ردة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل عندنا في من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به الإيمان والعدالة، حتى يثبت العكس للعكس، كما يدعي هؤلاء أن الناس ارتدوا بعد النبي إلا ثلاث أو أربعة، قيل فعمار قال حاص حيصة ثم رجع. فبحسب عقيدة هذا الأصل عندهم الردة، والحديث يرد عليهم ويهدم معتقداتهم، وكذلك هذا مردود بلسان مراجعهم. الأصل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الفضل. وبالجملة فإنا قائلون بفضل نحو 10,000 أو أزيد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلا يقول الأصل في صحابة رسول الله شنو؟ ها؟ الفضل، إلا أن يثبت خلافه. وإذا توجد مشكلة موجودة في حدود 20 رجلا منهم،
وخلاصة نقول أن هذا الحديث لا يناقض عقيدتنا، فنحن نقول أن أناسا ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه أبو بكر رضي الله عنه، لكن أنتم تعتقدون أن الإمام يعلم ما سيكون، وهذا الحديث ينفي هذه العقيدة، وهذه العقيدة أصلا باطلة ينفيها القرآن الكريم، ولكنكم لا تقرؤون ولا تعرفون. كان هذا ردا سريعا على شبهة لطالما يرددها الشيعة حول الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في الأسبوع المقبل ومع شبهة جديدة تثار حول الإسلام العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.